السلام عليكم، أهلا بيكم درس جديد من دروس جيت. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن delete files. هنتعرف إن شاء الله النهاردة على الأمر اللي بيتم بيه عملية المسح من البروجكت بتاعنا في الجيت. هو الأمر get remove أو rm وبعدين اسم الفايل بتاعنا. تعال نجرب عملي. ده الworking area بتاعتنا أو البروجكت بتاعنا. هنكريت فايل جديد هنسميه edit او del.php ونضيف له الكوميتنج اريا get add get commit dash m adding del file. عايز امسح الفايل ده بشكل نهائي من الجيت. هعمل ايه؟ هعمل جيت rm اسم الفايل del.php وادوس انتر. لو رحنا للوركينج اريا دلوقتي مش هنلاقي الفايل بتاعنا. ده كان درس النهارده، ان شاء الله يكون سهل وبسيط، واشوفكم في الفيديو الجاي.